كان جوهد وكيد اللي بيصير أكثر منهم. أيوة مزيان صعب الحمد لله. مشتوني الفول بيصير الفول فيه فيتوستروجين أكثر من السوشا. بيعدل عيال كيس معشي حاجة بشي فضائية ويبدأ بشي مش مقلبه. الفول أقوى من الصوجة في التغذية وفي كل شيء، هو بالنسبة للعيالات في توستروجين ديال الفول أقوى من الصوجة ومزيان العيالات، يعني هذا البيصرة ديال الفول كانت نافعة عباد الله. داكشي علاش العيالات في الشمال عندهم أكثر البشرة ديالهم نقية، البشرة ديالهم مزيانة. علاش؟ لأن الفول فيه المولبدان، المولبدان كيخرج الكبريت من الجسم هو اللي كيصفي البشرة، الدورة الدموية كتدور مزيان. باش نزكيو لكم هاد المسائل اللي كنتو كتضحكوا عليها، نزكيو لكم علميا. علاش الحاصه في المراره ولات دابا بزاف العيالات كلهم خصهم يحيدوا المراره؟ وعلاش العيالات بداتهم مش الرجاله؟ لان العيالات عندهم الشحمه في الجسم ديالهم اكثر من الرجاله. نعاود، العيالات عندهم 23% ديال الشحمه والرجاله عندهم 11% في الجسم ديالهم. بمعنى العيالات كيضرهم اللحم اكثر من الرجاله، يعني بسرعه خطيره. هذاك الشيء علاش الحصى ديال المراره كيجي من الليدان، كيجي من الشحمه، حصى المراره. معنى اللي عدوا الحصى في المراره يحبس اللحم بلا ما تبقاو تسولوا فيا. يعني فهمت الامور كي داير؟ انا غنبدا نجاوب على الاسئله. اللي عدوا حجيرات كبار ولا صغار ولا ثلاثه ولا 15 ولا حجره كبيره في المراره يحبس اللحم ويكثر الفواكه، يزيد كميه الفواكه. والفواكه هنا بغيتو تاكلوها عصير ماشي مع الحليب. طحنوها مع ماء معدني، تفاح مع الماء، ها اللي عنده الحصى في المراره يطحن التفاح مع الماء ويشرب، ماشي خلطه تاع شوكه تاع غنديشت، ماكله ماكله اكل. راه غير الاكل ممكن بعض الاشياء تصور. التقرحات ديال الجهاز الهضمي، تقرحات الجهاز الهضمي كلها ملي كتحبسوا اللحم كيرتاح. الناس اللي كانوا عندهم الغازات، اللي كانوا عندهم لي غاز في مصران وسميتو، راكم شفتوا ملي دخلوا الدار ما بقاوش، رديتوا البال. ما بقاوش كاين لي غاز، ما بقاوش لي غاز. لا ما رديتوش البال، لا انتم ما بقيتوش تردوا البال والو انتم. كتردوا البال على البيبليسيتي في التلفزيون، عايقولوا شي منتوج وتبقوا تسولوا عليه. ردوا البال حتى الجسم ديالك، ردوا البال الحاجه اللي ضراتك والحاجه اللي نفعتك وكذا. علاش الغاز دابا ما بقاش عندكم؟ حيت في رمضان 16 ساعه ما كتاكلوش. ملي خرج رمضان ما تبقاوش تاكلوا كل ساعه. الغاز الدواء ديال الغاز في النصران اللي عنده غازات في الامعاء ما كيشدش الوضوء، ما ياكلش كل ساعه وما ياكلش في الليل، هذا هو العلاج. لان ملي كتاكل كل ساعه المعده كتبقى تطلق ديك الحموضه، النصران كيعيا على خاطر كيستسلم، تيقول صافي دار مبقاتش مبقيتش كاد. كيولي تخمرات ملي كيفاش هذا من الماكله كتجمع تم كتنفخ كتخمر كتنفخ كتعطي غازات. الا كنتي مع الصباح بس حتى الوحده. الا كنتو مع الوحده حبسوا حتى السبعه. وما كاينش كولاسيون مع العشره مع الربعه. اخذت موضه هي الكولاسيون هي العشره والربعه. وحنا كنغوتوا دابا في الاذاعات باش يحلوا الكولاسيون، باقي الاطباء كيقولوا الناس كولاسيون. باقي الناس كيعطيو ولادهم شي حاجه يديوها معاهم ياكلوها مع العشره. الدري ملي كيدي معاه ساندويتش ياكلو مع العشره كيرجع مع 12 ما فيهش الشهيه، نعم ولا لا؟ لكن انا هرستوها ليه؟ خليو الولد يجوع ويحط رجليه ويعطيوه خبز ياكلو. خليو الولاد يجوع، الله يرحم ليكم الوالدين، خليو الولاد يجوع. وكاينه اللي بغات بنتها تولي عندها 13 وهي عندها عامين، وكاينه اللي بغات ولدها يبدل لها البوطه وهو باقي عنده 2 سنين. سناو الولاد يكبروا بشويه يا عباد الله، سناو يكبروا بشويه. ما تعنفوهمش، ما تعنفوش الولاد، صافي إذا كان يرضع صافي إذا كيرضع. إذا كان كياخذ حليب الصيدلية كياخذ حليب الصيدلية، قبل عامين ما عندوش السنان، ما خصوش ياكل. خصو ياخذ أشياء سائلة، مسموح بالفواكه والماء، التمر، التفاح، الأشياء، بعض الخضار مطحونة، لأن يعني باقي ما كيمضغش. ملي كيبداو يخرجوا السنان، السنينة الجوج اللي خرجوا كيعلمك. كيقول لك راه غنبدا ناكل وجد ليا ما ناكل. ولكن باقي ما كياكلش. كاين اللي مطيبه لولدها بطاطا وواحد شهرين. ما ياكلش ولدي شهرين ما ياكلش ما يقدرش. غادي يفلق في الليل، غادي يولي عندو لي غاز، غادي يبدا يحرقو لي غاز في الفطران وغادي يبدا يفلق في الليل. وإلا زادت كثرت غادي يولي عندو 11. ما يقدرش ما يقدرش على هذا الدري ما يقدرش على الماكلة، خاصو أشياء بسيطة. مسموح بشوية د العسل، شوية زيت الزيتون، مسموح بالتمر. إلا ما قدرش ياكل التمر غادي ديروه ليه في الماء طايب، تمعسوه مزيان، دكوه في الماء طايب وتعطيوه الماء يشربو. وتعطيو الماء ديال التمر يشربوا بملعقة بشي في الرضاعة، لأن الرضاعة ملي كيعرف واش الرضيع ملي كتعطي الرضاعة ملي كيشدها ملي كتبدل ليه ما كيشدهاش.
لهذيك لا فيسكوزيتي ديال الحليب مع المذاق ماشي بحال بحال، وتعود على الحليب في الرضاعة، ملي كتعطيه الماء في الرضاعة كيرميها، خاصك تشربوا الماء بالملعقة، ما ديروش ليه الماء في الرضاعة. هذه التغذية السليمة، هذه الأمراض ديال الزيك ديال أمراض القلب الشرايين ديال السرطانات ديال الأمراض المناعية ومرض باجل وديال بسورياسيس وديال الليبيوس ديال الحمام وديال مرض باجل وديال باركنسون وديال تصلب اللوائحي، السرطانات بجميع أنواعها ممكن تراجع وممكن توقف وممكن إذا توقفت ما عمرها تزيد. نعاود أحسن علاج ديال السرطان هو يتوقف ما يزيدش، إلا ما توقفش راه ما يتعالج، واخا ديروا العملية وديروا الشيموثيرابي باقي غادي باقي ساري في الجسم، خاصو يوقف، وملي يوقف ديروا العملية ولا درت العملية ملي كيبقى بلا ما ديروا الشيموثيرابي غادي خاص السرطان يوقف. باش يوقف خاصكم توقفوا الأسباب اللي نوضاتو، راه لا يمكن الشخص باقي ما تعيش هو باغي يتعالج من السرطان، لا يمكن. حبسوا جميع المواد اللي دايزة في الصناعة، جميع المواد اللي مكوطة، جميع المواد اللي معلمة، تاكلوا الطيب ديال الدار، الخضر والفواكه الاشياء الطبيعيه، وتحيدوا السكر والمعون والمواد الصناعيه والمسائل هذه، وتحيدوا حتى الطيب في الالومنيوم وحتى الطيب في التفلون، وما تاكلوش في البلاستيك، وتغليوا الماء تشربوه ديال الصندوق، ولا عندكم دبيروا العين يكون احسن، دبيروا العين احسن. نعاود يدخل لكم حتى الروبيني في الدار يتحاد يتقدم له، دبيروا العين احسن، احسن ما هو ديال العين ديال البير، هذا ما معالجين وما والو، تشبث الماء ديال الله سبحانه وتعالى، ما معالج براسو. هذا هما اللي السرطان بعدا يديروا هاد الشيء هذا، ياكلوا طبيعيا وما ياكلوش في الليل ويجوع ويتحركوا، وهاد السرطان يتحركوا يتحركوا شويه باش يضيقوا على الخليه السرطانيه، يكثروا من النبات ويكثروا من النبات اللي تكون خضر، النبات اللي تكون خضر بحال الضاربه بحال الفجل بحال الخص بحال البسباس بحال المسائل اللي كتكون خضراء بحال البطاطا الحلوه بحال المسائل كلها اللي كتبصله بصل بصل هو كيتكون خضر ان شاء الله، ويدير بعدا واحد المده ديال 6 شهور ولا شنو هي النظام الطبيعي النباتي، ويشوف هذاك الورم واش واقف ولا كيتزاد، الا كان واقف يبقى تحت المراقبه ما يديرش العمليه، خاص حتى يتاكد من الورم واقف لمده سنه او سنتين، ان شاء الله ديك الساعه يتوكل على الله ويدير العمليه، يمشي على الطبيب يدير العمليه ممكن. علاش؟ ملي غادي يدير العمليه غادي يسهل العلاج الطبي، غادي يولي ساهل. علاش؟ لان السرطان توقف، إذا السرطان ما توقفش الطبيب غادي يحيدو من البزوله، ولكن ما عرفش فين غادي ينوض، واش غادي في الوالده ولا في العظام ولا في الكبده ولا في المخ، ما عارفش فين كاين، لان هو سرطان عنده بزاف ديال ما سماوه السرطان، عنده سرطان كيفاش شحال من رجل عنده؟ عنده 24 رجل، هذاك الشيء اللي عنده ديسيد شاد فيهم، فخص الشخص بعدا أولا يبدل نمط العيش ديالو، أي مرض أي مرض حتى هو يبدل نمط العيش ديالو بعدا يرجع طبيعي. هاد الاطفال الصغار اللي كيجيو من حلقم كتشريو ليهم السيروم كيفوتوهم حلقم ولا ما كيفوتوهم، شوف عليك كاين اللي ما كطيح ليه الحراره عند ايام بعد 15 يوم 20 كيرجعوا لهم حلقم. علاش؟ لان المناعه هبطت. الى هاد الاطفال عطيتوهم ملي تكونوا تعطيوهم الدواء ديروا ليهم النظام الطبيعي، طبخ زيت الزيتون والدجاج البلدي والبيض البلدي والسمك والحجم، تحيدوا لي من الحلويات والمقليات والمشروبات الغازيه والفرماج والعجبان والمقالب والمصائد هذه تحيدوا، ياخذ الدواء وهو كياخذ نظام غذائي، المناعه غتكون طالعه، الدواء غادي يعطي المفعول ديالو، غادي يتعالج 100%، ما غادي يجيو الحلاقم عندك كسير ولا اربعه ولا ما يجيوش كاع. انما عندي تبارك الله ما شاء الله بعد الاولاد ما عمرني شفت شي طبيب الاطفال كبير، راه جو جو من دابا ماشي بحالكم، انا جوجتو على 21 انتوما كتجوجو حتى 40 ياك 21 الحمد لله انه غير جوج غير جوج قلت له بسم الله ما تعاونش ما عليه نقاد ونصرف عليه هو المراجع ما كاين، علاش كنخليو ديالها في الشارع في سان بايسار وقع له شي مصيبه، بغا يتزوج بسم الله صافي دابا راه ولد بدات عنده بنت مزيان جيد شنو كاين شنو كاين دابا غناكلوه ولا غناكلوه ولا شنو كاين ابلاد مخلوع لا تيقرا ويخدم ويكري ويفرش عادي يتزوج ما عمرو ما يتزوج هاد المرة قلتي لي هاديك الخبيرة ديال هينا هينا ومتحمسة هكا دوك الحجايات ديال جداتي القديمة كلهم غادي تشوفوهم في هاد القناة زين كاع غادي تشوفوا بحديدان وهينا ورمانه وبرقان دوك الحكايات ديال جدات جداتي كلهم غادي يعاودوا يسجلوهم، ما تيقول لك حنا انتم باغيين نتاخروا حنا باغيين نتقدموا ونرجعوا لعصر العقاري
تهينا هينا تيا غيوزوها هي والعمة عرفوش هينا فهي غادي سبحان الله يعني لا إله إلا الله سمى برنامج التقى فيها التقى في بالله عليكم التقى فيها بالله عليكم التقى في هذا الكون حديث ذا التقى فيها لا إله إلا الله ما عرفش لا إله إلا الله والله مش مش معدة حديث المغرب هذا البلد الطيب الزين جميل راقي متقدم متفوق لا على الدول العربية ولا على الدول الغربية في بلد فيها هذا فيها هذا دابا حديث الولي فيها صار فيها والو لا إله إلا الله التاريخ ديالها اللي ممتد 14 قرن وحنا نمشيو للفيتيليتي نمشيو لذوك التسالات نجيبوهم آه بلد طيب أنا غير منطقة وزان منطقة وزان نفتخر بها كمغاربة العلماء اللي خارجين من هذه المنطقة من ماشي من هنا يعني من هنا حتى لحد الصغير حتى التازة حتى هذه منطقة العلماء في امتياز وشوفوا مولاي عبد السلام في فينجا هو الوحيد اللي ما عندوش الطريقة الحضر ديالو كاد هذا مات فوق حصاني مولاي عبد السلام لا هاد الحوايج هذا ما كانوش يصوروها لينا يقولوا الاولاد ما افتخروا بها وشوفوا المغرب هذاك المغرب القوي اللي كانوا كيغسلوا الصيف يدوا في الطاس ويدوا في الخطه شي بان يوم بيها تقول لكم الضغط سمعتوني ولا ما سمعتوني؟ عندك نقول لك تقول لك الضغط داروا لها بيت شعري قافية داروا لها اللي بغى حباب انا ما نقول ليش واحد نوض ضغط ولا نوض ضاري سمعت شي بطاس ويدو يقصد لي خالي فيها اللي كان المقراج ديال النحاس والمجمر ديال النحاس طاس ويدو وكان هذاك الخديمة ديال النحاس العراسية ما تعرفوش الخديمة ديال النحاس اللي كانوا كيفوروا فيها ربع عين خلق كسكاس واحد يكفي ربع عين خلق كاع القوة ديال هاد البلاد هادي حنا رجعنا كاع هبطنا الحضيض كاع هاد المسائل هادي وهادي هي القيم بلا كلمة تكلم انا والرئيس هذا ديال الجمعية ديال الفرع ديال الناس العربي كنهضر معاه فيها حنا خصنا الايجابي في هذه البلاد خصنا نبينوا الحوايج الزينين ماشي ما مصيبنا بالاستقلال ونحن كنوريو على الخايبين كنوريو على الحوايج الخايبين باقي ما وريناش الحوايج الزينين فينا راه عندنا بزاف الحوايج زوينين في هذه البلاد وعندنا الدفاع عن المنتوج الوطني وغادي نبقى ندافع عن المنتوج الوطني حتى الغبار حتى نجي نحكم اوروبا مابقاش فيها الدجاج البلدي سمعوا مزيان في 1998 مشيت للبرتغال البرتغال باقي غير في السبب ماشي زعما شي سابقه حتى البرتغال رتقيت هذا الكتاب البرتغال ما بقاش فيها الدجاج البلدي مشيت لواحد المركز تما ديال البحث في هذا الجامعه ديال لشبونه وهذيك السيده قالت لي انا شلنا اربعه الدجاجات من الهند وفروش باش نعاودوا نوصلوا الدجاج البلدي في البرتغال قلت لها علاش مشيتوا للجيم وقالكم جوج كابيوات قالت لي لا كنخافوا الدجاج ديالكم يكون كرواسي لان انتم داخل عليكم الدجاج الاخر بزاف ونخافوا يكون الناس داو الماديه وتكرواسا لا واخا كرواسي باقي نبكي على راسي المهم باقي كاين باش نراسو يعوضوا معايا ما بقاش يعوض مع الكتاب صافي ما بقاش كان ديك سويت قلت لي ديك الساعه قلت لي قال لك الله سبحانه وتعالى فرجع لهذا المشكل ديال هذا العيش السليم هذه الحياة السليمة ممكن الناس يعيشوا بسلام والله أقسم لكم والله ممكن الناس يعيشوا بسلام كثرة الأكل كثرة الأكل الإسراف الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف وتشدد في النهي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن أولادكم مسرفون نهى عن التبذير وهذه ذا القرب حقا هو المسكين والمستبين ولا تبدي تبديل إلى المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ولا فهذه المسائل هذه هي أصلية أصلية هي عدم الإسراف وعدم التبديل فغريزة سيدنا آدم نهى الله عن الشجرة أكل منها الغريزة إن تحنا ما إذا ملوعة ما يمكنش ما تاكلش يا تدخل في القطار لفيها باش تقول ما غناكلش ما يمكنش لقيتها عامرة غادي تاكل وغتغرقها عاد دابا رمضان شحال عندكم من تفصيل دابا في المائدة ديالكم 15 20 ما عرفتش هاد العيالات اللي وصلوا لها 25 تفصيل كان الله بعونهم كيجمعوا كلشي في هذاك البانيو كيوصلوا كلشي في مرة أنا يلا عندي ثلاثة غير سليم بلاد الحريرة واحد تفصيل كاين هندية ماشي مغربية
الطقس الاخر فيه كرموس كحل وكرموس ديال التين طريف هذا البره ديالها تاعي الطوف تاعها والخبز العادي الخبز العادي اللي كان معروف الفطور كاين لا رزيطه لا مغلي لا بطبور لا سمين لا رغيف لا والو صافي فقط والناس مخلوعين وردان وغادي يضرب لي الشعر فيك كاينش مصحر وناري وعاد كاينش مكيف اللي ما كتصحروش كتصوموا احسن غير ما كتضربوش البال اللي كتصحروش كتصوموا احسن اللي كتقللوا الماكله الحلال كتصوموا احسن الله سبحانه وتعالى دار لكم حل اخير بعد الاسراف نهانا عن الاسراف ما صرفنا نهانا عن التبذير ما درنا الحل الاخير 30 يوم ديال الشوع تقال ولا غتمشي للكلينيك تخير 30 يوم ديال الجوع والعطش ماشي ديال الماكله الله يرحم لكم الوالدين 30 يوم ديال الجوع والعطش باش تخلي الجسم ديالك يطلق داك الشيء اللي زاد الى ما هذا الجسم هذا الى ما اشهدتيش فيجب ان يشهد بالجوع والعطش الشديدين باش يطلق لي كيست ويطلق الحصى في المراره ويطلق الحصى في الكليه ويطلق الكوليسترول ويطلق الشحوم المعادن الثقيله والتوكسينات والزوائد والبؤر الصديديه كل شيء يطلق الجسم كل شيء يطلق كاين بحال الرجال غادي شي وحدين ربما يكون واحد ولا جوج عليه العام فات اتصلوا بيا الناس هذا العام ما اتصلوش بيا العام فات كنت تكلمت على هذه القضيه هذه لان الناس اللي غادي يصوموا بالنظام الغذائي هذاك الحجر ديال الكلوه غادي يهبط وربما يتبعوا واحد شويه ديال الدم لا باس ما يتخلعوش الناس انا كاين اللي كيشوف الدم في البول ديالو شنو الله قدركم كيتخلع من كل مريم الدم مهما تخلع الدم ديال البول ما يخلعش الا كان حمر ما يخلعش ما خصوش يكون كحل شويه ولا اخضر هذوك الناس اللي عم فيت شي ما عرفتش عشرة الناس اللي كيتصلوا بيا في العشرة أيام الأولى درنا تقول لك راه بصح هي تخرج منها شي شوية ديال الدم كنقول لك مشي عند الطبيب وتاخذ الأنتي بيوتيك باش هذيك الجرحة ديال الحجرة ما ديرش لك تخمج كاين الناس بزاف لاحوا الحجر في رمضان لاحوا الحجر ديال الكلية ولكن يصوموا بالنبات ما كاينش اللحوم ويصوموا بالفطور والسحور ما كاينش العشاء ما كاينش العشاء في رمضان يا عباد الله ما كاينش العشاء شحال باقي عندكم يلاه 12 يوم اللي بقات لكم وهاد 12 يوم اللي بقات راه مزيانه فهي تقريبا ما يعادل 40 يوم من الاولى 12 يوم اللي بقات مزيانه علاش حيت الجسم دابا صافي يعني صام 18 زيدوا كملوا عليه زيدوا عطيوه وركوا عليه زيدوا جوعوه عطشوه الله يرحم لكم الوالدين زيد ورك مزيان راه ما يمكنش تعالج الا ما الى الجسم هذا ما خرجتيش من هذه المحنه ديال الجوع والعطش الله سبحانه وتعالى فرض علينا 30 يوم ماشي هلكنا يا لا يمكن لا يمكن الله يهلكنا بالعباده هذا العام هذا العام فايت قلتها بشويه بأدب هذا العام خرج ليها من شي صون عام فايت قلتها ماشي شويه في دعم عام سادس قلتها بلطف كما الناس خصهم يصوموا والله حبب الصيام واخا مريض وعطيك الله الرخصه قال لك صوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له المريض يخصو يطوع وان تصوموا خير لكم للمرضى ماشي صح صح ما يخيروش له صح خصو يصوم وان تصوموا خير لكم المرضى واخا عندك الرخصة تطوع لله واخا عندك الرخصة صوم وغادي تشوف المرض ديالك كي غيولي ما عرفتش الناس اللي عندهم شهادة الناس اللي قالوا لي غادي ما يصوموش ما عرفتش غير ما يصوموش أمراض الطب الشرعي ما يصوموش ما عرفتش غير ما يصوموش مرض بهجة ما يصوموش في ليبيا ما يصوموش ما عرفتش غير ما يصوموش اللي عندهم فقر الدم قالوا لي ما تصوموش ما عرفتش غير ما تصوموش علاش فقر الدم ما يصوموش علاش ما عرفتش هشاشة العظام ما يصوموش علاش ألم المفاصل ما يصوموش علاش ما عرفتش المرأة الحامل ما تصومش علاش ما عرفتش كثرة الدم ما تصومش علاش واش هاد الدين غادي يولي لعبة على اللي جا لابس خرقة بيضاء يدي تنطبق علينا العلوم على الدين على الفرض فرضه الله سبحانه وتعالى المرأة الحاملة إذا صامت كتعطي دم نقي الجنين كتعطي دم لا عندها صايمة كتعطي دم نقي الجنين وكيزيد الجنين عنده مناعة مرتفعة ما يمرضش المرأة المرضعة إذا صامت كتردع الطفل لبن نظيف نقي لان رمضان كيغسل الجسم ملي كتقول المراه صايمه الدم ديالها خفيف واللبن ديالها خفيف اللبن ديالها نظيف ما كاينش المولوكيتات ديال التغذيه لان داكشي اللي كتاكل المراه كيربعو الطفل ولا كيمشي للجنين عبر الماشينه بلاصه هكا نعاود الاشياء اللي كتاكلها المراه الحامله كتمشي للجنين والاشياء اللي كتاكلها المراه اللي كترضع كتمشي للولد بمعنى الولد كان عندها الحساسيه ديال الاطفال اللي كيربعو مواتهم اللي داروها لهم
لانها باقا كتاكل الكاشير وباقا كتاكل اللحوم هذه السريعه وباقا كتاكل الزيت الروميه من المقليات وباقا كتاكل المشتقات الحاليه الفرماج وباقا كتاكل اشياء كتسبب الحساسيه للطريق. المرأة اللي كتردع تاكل الطياب ديال الدار فقط ما تاكلش برا، تاكل الطياب ديال الدار، طيب في دارها وتاكل. المرأة الحاملة تاكل الطياب ديال الدار إلا بغات تولد مزيان وتردع، إلا بغات تولد وتردع تاكل الطياب ديال الدار، إلا باغا تاكل الحلويات والمقليات والرمى إلا بقى هذا برا ما تردعش، تمحن في الولادة بعد ما تردعش. فقط ما تاخذش الحليب من الحديد من السبيطار من المستشفى. ما تاخذش الحديد نقولها مرتين، الحديد داروه العيالات اللي ساكنين في الكاريون ايطاج في باريس وفي طوكيو وفي واشنطن وفي فرانكفورت، العيالات اللي ما كيشوفوش الطبيعه كياكلوا عيله اندستريال، هذوك ياكلوا الحديد من السبيطار. المراه المغربيه باقا كتعبش، باقا كطيب، باقا كتعجن، باقا كتقشر الخضره، باقا كطيب دارها، علاش غتاخذ الحديد من المستشفى؟ هذوك الاسقاطات ديال اوروبا علاش غنديروهم على المراه الباديه؟ العيالات البوادي ولاو كيعلموهم يمشيو للسبيطار ياخذوا الحديد. ما محتاجينش الحديد اللي كانوا ياكلوا في ديورهم، هذا علم، علم ماشي ديكتير املاء ملاو علينا في برا قولوا، هذا علم علم كان كنقولوا الناس. فهذه التغذيه السليمه هي عدم كثره الاكل، عدم اختلاط الاكل. يا عباد الله حيدوا الديسير من وراء الغداء من وراء الماكله، يا عباد الله ما تاكلوش الفواكه مع الماكله. عندكم فواكه وغادي تفرحوا بالضيفان ملي دخلوا حطوها. داك التفاح والبنان وداك الشيء اللي كتخلطوا ليهم ملي يدخل الضيف حطوه، وملي يتغداو ما كاينش فواكه لان المعده كتاخذ الفواكه واللحم قتل ما كيتهضمش كتنفخ. ما تاكلوش الفواكه مع اللحوم، ما كتاكلوش الفواكه مع القطانين، فواكه كيتكالوا بوحدهم، الفواكه ما كيتجابش حتى مع حاجه كيتكالوا بوحديهم على معده فارغه، والفواكه مسموح بهم في الليل هما والماء، حتى في رمضان في رمضان مسموح بالفواكه والماء، غير مسموح بالاكل الاخر اللي كياكل الطاجين مع 12 الليل ما صايمش. شرعا صيامه جائز طبعا، انا كنتكلم على الصيام الكوني، الجسم ديالو ما غيستافدش من الصيام. اللي كياكل الطاجين ديال اللحم مع 12 الليل راه غير قلب الاكل ديال النهار لليل وقلب النوم ديال الليل للنهار. ما دار والو صافي غير قلب غير قدر. وهذاك التبدال غادي يزيد الوزن ديالو، غادي يزيد الامراض اللي غادي تكون فيه، غادي يزيد التقلقه، غادي يولي عيني حمرين، غادي تنفخ لي وجهه، غادي تنفخ لي عينيه. أنا دابا في الخدمة، في الخدمة كنشوف الناس كنعرف اللي مسحها بيض الطاجين. غير من هذا البوبير كتبان لي عينه من فوق خاصني كنقول لي توا بيض الطاجين فارغ. الناس اللي خفاف وطراف كيصبحوا حيين تبارك الله، اللي تخفاف الناس اللي ما كيصحوش. إلا باغي تاكل شي حاجة كلها في الفطور. كل في الفطور، كل طاجين في الفطور، ما كاينش مشكل، في الليل ما كاينش حاجة. في الليل مسموح بالماء والفواكه. ثم هذه المسائل اللي غادي نهضر عليها نصائح خاطئة. ما تطيبوش زيت الزيتون، كتسمعوا هذه؟ لا ما تقليوش في زيت الزيتون، صحوش في المفاهيم. طياب زيت الزيتون نعم عليه المنطقة ديالو الوزان بتاعي، المنطقة العريضة في الطب زيت الزيتون. كانوا كيديروا كل شيء يصفطوا الطاجين، ما كيزيدوا لا ما لا والو، ما كانوش كيشحروا اللحم. ملي دخل الاستعمار ولينا كنشحروا اللحم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللحم ما محتاج لا الزيت البلدية ولا الرومية. اللحم كانوا كيطيبوه بلا زيت. كيديروا اللحم على الخضر والتوابل كيسدوا الطاجين، ما محتاجش كاع زيت الزيتون ولا بديل، ولكن طبق زيت الزيتون احسن علاش انا غتزيد من كوبين زيت الزيتون. والناس اللي كيطبخوا بزيت الزيتون طبعا ما عندهمش امراض ديال الجهاز الهضمي، وعندهم الامتصاص مرتفع، ما عندهمش هشاشه العظام والانيميا. والطبخ البطيء اللي كياخذوا ساعتين للتسويع هو الطبخ جيد، والطبخ اللي كياخذ تصميم ولا ثلاثه دقائق هو الطبخ اللي ما كيتهضمش. الناس اللي كياكلوا المقله اللي كياكلوا الكوكوت عندهم ديما كاستريت، عندهم ديما مشكل في المعده. صافي مزيان ياك، دارجه شويه فهمتوها مزيان. إلا مشيتوا دابا حيدوا المقلا والكوب الظلام. خليو الطاجين والطبجرة وداكشي. حيدوا المقلا والكوب، راه غاديين يهلكوكم، الله يرحم ليكم الوالدين، حيدوا المقلا والكوب، أنا والله ما عندي. أنا حلفت لكم والله ما عندي وما عنديش ثلاجة. الله يرحم لكم الوالدين، الناس يعرفوا يعيشوا، الله يرحم لكم الوالدين. اه تلعتوا ما عنديش ثلاجه، شنو ديري فيها؟ ها ديري شنو ديري فيها؟ اه اه شنو ديري فيها؟ ديري فيها داك الشيء اللي شاط عليكم. اش ديري فيها؟ اشنو فيها؟ عطاكم ايش فيها؟ الماء خاصو يتراب سخون. اشنو ديري فيها؟ المناظره خاصها تكون كاع. الخضره عندك راه دير الخضره كتساعد.
عشية الخضرة كتبقى أيام ربع أيام لا لا شنو كاين ماشي حاجة فروعين السمك كاين كل نهار الحمل الزائد الفواكه كاينين كل نهار ماشي نهار ما بالك مخصوش يشرب ما سخون ما بالك ما يشربش ما بالك كيوحل كيوحل إلا شربتي الما بارد كيوحل كنشرب نص كاس إلا شربتي الما دافي كنشرب نص لتر ولا لتر ودابا فرد اللي بغا يكثر الما ما يشربش الما من الثلاجة لأن الما من الثلاجة كيوحل ما يقدش يشرب أكثر من كاس اللي بغا يشرب الما مزيان وخصكم تشربوا الما بزاف لأن هذا العرق لأن هذا التعرق كيضيع الماء ثلاثة أضعاف أكثر من البول شرف الله قدرك العرق ممكن يمشيو لكم جوج في الليترات في العرق ديالنا يعني كاين القليل اللي عارف هذه القضية بحال الناس اللي كيتعرقوا خصهم يشربوا الماء كثير الطبخ نوع الطبخ يكون بحال هكا يكون بالمرق يكون في النحاس وفي الطين ويكون حتى في لينوكس ماشي مسكر الاواني ديال لينوكس ما يكونش بحال يمين وما يكونش طبخ سريع ديال المقلى ديال الكوخ الشيء الاخر كله يعني جيد المنطقة عندكم هنا منطقة خضراء فيها فواكه بكثرة عندكم خضر عندكم كل شيء حتى الماء ديالكم جيد الزيتون ديالكم مزيان انا كان مع المرات كناخذ الزيتون ديال وزان والفقيه اللي حفظني القران جاب لي من وزان اللي حفظني القران منا من وزان بعيد 5 كيلومتر على المدينه هنا في الباديه سي احمد هو اللي كتب لي اللوحه هو اللي حفظني القران واحد خينا قال لي راه القران ديال جبال واعر انا ما كنت كاع عارف هذاك السيد اللي حفظني بعدا جاب لي حتى راه السيد من وزان قال لي هذاك من واعر القران الامراض الاخرى بحال عدم النمو عند الاطفال عدم الشهيه اللي عندهم الوزن ناقص هاد الناس يعرفوا راه عندهم تسمم وهذا التسمم راه ماشي من برا التسمم غير من الدار لان اللي كياكل الحلويات والمقليات عنده تسمم اللي كيطيب العالمين عنده تسمم اللي كياكل في البلاستيك عنده تسمم خاص هاد الاطفال يبداو ياكلوا طبيعيا البنيات على الخصوص كيكون الوزن ديالهم ناقص وكيكونوا ضعيفات هذا خصهم ياكلوا اكل منزلي وتحيدوا لهم المناضة والحلويات والمقليات ان شاء الله ما يكونش مشكل الاطفال تكثروا لهم التمر الا ما فيهمش الحساسيه كلوا البرقاع الناس ديال الحساسيه ممنوع عليهم كلوا البرقاع والكاوكاو الاطفال اللي ما فيهمش الحساسيه ياكلوا البرقاع والكاوكاو ياكلوا التمر والشريحه التين فواكه جافه مزيانه للاطفال فيها مكونات قويه للقلب والقطاني مزيانه للاطفال مزيانه حتى للنساء والنساء كلهم كيتشكوا من القطاني كيديروا لهم الكاز ياك راه ماشي القطاني اللي كيديروا الكاز راه المصران اللي مسالين مصران عيان مصران عيان علاش كتعطيو المشروبات الغازيه والحلويات والمقليات والطبخ السريع وتخلطوا اللحم مع الفواكه وكتاكلوا في الليل وكتاكلوا في كل ساعه يعني هذا هما اللي حلوا المصران عيان ان شاء الله فالنظام المعروف هو نظام نباتي الاكل ديالكم كله يكون خارج من الارض يعني النبات كله جيد النبات كله تاكل خضر فواكه خشاش الارض القطاني النشويات كل شيء الفواكه الطريه والجافه كل شيء حتى الحبوب تحلوها الحلوى وحط الرشاد والسامي والزريع حتى انت هما داخلين في التغذيه التوابل داخلين في التغذيه قزبر حبوب قزبر حبوب داخل مع التوابل عندك ما تنساوها قزبر حبوب قزبر حبوب والكركم والقرفه هادو مزيانين الانسان ديال دابا الانسان ديال دابا ما تلاش يقدر على البزار لان البزار المهلوكين ما تقدروش على البزار من الاحسن تحيدو كاين اللي كيبغي الحرور ولا شي حاجه الفلفل احسن من البزار يعني تيا من البهارات تسكين جميل تيا من البهارات ما كيضرش الفران انما البزار كيهلك الفران فيه الصفرون والصفرون ماده سرطانيه قهوه فيها الكافيستول والبزار فيه الصفرون هاد جوج مواد سرطانيه فهذا النظام هو النظام السليم هو النظام ديال عيش الانسان كتبقى الضروع اللحوم خارجه من النظام الغذائي نعاود اللحوم خارجه من النظام الغذائي كتكون الاعراس اللي جاو عندك والديك مره في الاسبوع تكون لحوم جيده ديال الحيوانات كتفرح تكون لحوم جيده الحليب وبالعاد جاي واحد السيده في التليفون قالت لي الطبيب كيقول لي خصك تشربي الحليب بزاف يوميا 27 قلت لها علاش قالت لي حيت كنت مهرسه وما جبرتش قلت لها ما عمرك جبري قالت لي راه عندي عام وبدا كيخرج لي الدم رايح من هذيك البلاصه قلت لها زيدي شربي الحليب ما عمرك جبري تما بقيتي هذا ماشي العيب شرب الحليب الكالسيوم ما كاينش في الحليب الكالسيوم كاين سريع في التام في الزنجبيل وفي الملح وفي الكركاع وفي الشعير وفي الحوت وفي السلم وفي الخضر وفي الفواكه الجافه بحال نزول الكركاع هذا هو الكالسيوم الكالسيوم كاين حتى في الماء كتشوفوا المقراج كيتولي ملي كتغليو فيه الماء الكالسيوم كاين في كل ما خلق الله ماشي في الحليب هي دابا غادي تاخذ الكالسيوم في الحليب عاوني عليه الحليب معاه اشياء اخرى صافي بقات تما ما تجبرش ما غاداش تجبر هاد السيده خاصني نطبخ لها زيت الزيتون
سمعت الناس اللي قالوا عندنا السبب الشاعري ان شاء الله من عندنا مشكل لكن شي خصنا طبيعي ديال الخدمه نكون ساكن نعاود العسل اللي يكون ديال الخدمه ويكون الحال ساكن ما كيتحولش يكون الحال ساكن الحال اللي كيحولوه كيتساراو به ماشي عسل حر العسل خطروا به نعملوه راه حلو مزيان ولكن ما يقولوش الناس عسل حر اللي عايش على الذاكره ديال خرو ولا ديال هذه ولا ديال هذه الحل اللي كيتسارى ماشي عسل حر الحل اللي ساكن طار هذه هي القياسات دابا الاولاد وحنا هذه شي 10 سنين حنا كنتكلموا عليها لكن الالمان يمكن كان غادي يمكن يقول لهم كنقول هذه المشكله هذا كاين الحل الحل اللي ساكن تركيب الكيماوي ديال العسل كيتبدل ما كيبقاش فيه